كتب هنا كتب قيمة، ولكن الأثمنة مرتفعة بزاف بالنسبة لنا حنا طلبة. ما يمكنش لنا ناخذوا كتاب ب 20 درهم، إذا بغينا ناخذ 5 كتب خاصنا 100 درهم. حنا باقيين كنقراو. بعض الكتب قد تكون أثمنتها مرتفعة، والبعض الآخر أكيد أنه يتحمل مصاريف شحن وإقامة وإيجار للأجنحة وتنقل بالطائرة، كل هذه مصاريف يتحملها الكتاب. هو من ناحية الأثمنة تقريبا بحال داخل بحال برا، ما كاينش شي فرق كبير، غير هو الأفونتاج اللي عطينا المعرض هو كاين الوفرة ديال الكتب لجميع الأنواع. حركة البيع للجمهور هي ضعيفة، ترتفع يوم السبت والأحد فقط، أما باقي الأسبوع نحن نشعر بأن الجمهور قليل. يعني أتمنى في المتناول بالنسبة للكتب اللي خدينا مجاني، أنا كاينين بعض الكتب اللي زوينين وكيكون الأتمنة طالعين، وبارفو كاينين شي كتب اللي ما عندهمش أهمية وتوما الأتمنة سون ريزونابل. كون ما كتاب قلال كون ما الثمن طلع، كون ما كتاب قلال كون ما الثمن طلع. المبيعات الله يجعل السلامة وصافي.